يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من تكون أسماء عوائلهم العبد اللطيف أو العبد الله أو العبد الجبار، فهل هذا من الأسماء الجائزة أم أن هذا يعد من الإشراك في أسماء الله؟ عبد اللطيف وعبد الجبار وعبد الله هذا لا بأس به، تعبيد لله، لكن الأصل آل عبد اللطيف، آل عبد الله، آل عبد العزيز، ثم سهلوها وقالوا آل عبد الله العبد اللطيف، تسهيل هذا أصله آل، ما هو آل، أصله آل. نعم.